قاعد هاد خبرنا شو صار ليلتها كيف عملت وضربت ساعتها بالليل 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 لما نغاب ليلتها القمر والعتم غطى الكاين ونام البشر يا بشر كنت وحدي كنت وحدي راجع باك الطريق تعبان من هم الدنيا وكتر السهر يا ليل عشرة احتعش اتناش دقت الساعة بالليل وانا وحدي فيها وفجأة دق الباب بعدني عم حط راسي على الخد وصرت بقول لحالي منو ايه هالليل اللي قاصدني ورجع دق الباب لازم اعرف مين يلا حقني وفتحت الباب بسرعة وضربته ضربة جيتو خليته يوقع على الارض فرده يل كان بايده ربطته بالله حبلي طعميته وقتلي نعم ربطته بالله حبلي ايوه طعميته وقتلي معلوم ولميت الجيران لميت الجيران عصاريخ سلم دمك سلم دمك رجعت لمت الحالي كأنه ما صار معي ولا حكاية وفتحت الشباك خلصت ليلتها هاك الروايه